وإلى المركز الثقافي للبحوث والدراسات العربية والأفريقية بالتعاون مع الجمعية التركية العربية وجامعة هيكتشات والندوة العلمية التي نظمت حول آفاق الشراكة الاقتصادية العلمية بين تشات وتركيا. محمد عثمان بشير. آفاق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين تشاد وتركيا، ذلك هو محور هذه الندوة العلمية التي جاءت ببادرة من قبل المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية بالتعاون مع الجمعية التركية العربية وجامعة هيكتشات. موضوعات عدة حول استراتيجيات وطرق الشراكة الاقتصادية والعلمية بين البلاد وتركيا تناولها المتداخلون في هذه الندوة العلمية التي ترأسها الدكتور حجار محمد أحمد رئيس مجلس إدارة المركز، حيث تناول المتداخلون أيضا العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين تشاد وتركيا من أجل تقوية وتعزيز الشراكة بين البلدين وفي مختلف المجالات. شريك في التنمية، نحن لا ننظر إلى تشاد أو إلى أفريقيا على أنكم سوق وإنكم أنتم شركاء في التنمية، وليس كما تنظر بعض الدول على أنها يكفي أن تبيع لكم وتعتقد أن هذه شراكة وتعتقد أن هذه التجارة. المعيار الثاني هي الندية، لا أحد أكبر من الثاني ولا أحد أفضل من الثاني، وإنما تركيا تصوغ شراكاتها في إطار من الندية وليس الفوقية، ويجب أن تتناسب هذه الشراكة مع مخططات التنمية الوطنية. إن هذه الندوة العلمية شهدت تفاعلا كبيرا من قبل عدد من المشاركين الذين حضروا هذه الجلسة العلمية والمعرفية.